السلام عليكم، صباح الخير. هاي بصرتي، بصرتي هنا. البصرة هذه يمكن عمرها أكثر عن 30 سنة. يوم أطلع من الشقة في أي بلد يكون يعني غريب، يعني ما في بلادنا، بلاد غريب يعني، خاصة إذا مش فندق بالضبط، إذا مش فندق، إذا شقة يعني تكون ساكن فيها إحنا مناسبها. خلي التلفزيون شغال وأطول عليه بس، وأظهر خاري وقف في الباب. حق يعني كان حد خاطف إلا شياته، يقول أبوي هذا بيتهم في حد، سبحان الله حد الدني نفسه ولا شياته. بحك الله بالخير يا خالد الخالدي، وكيف حالك وكيف أنت؟ بلا هذا عافت شي بعد. نزيل good morning. نزيل صبحك الله بالخير يا خالد الخالدي، كيف حالك وكيف أنت؟ جالس أصبح على خالد الخالدي. خالد الخالدي يا ويلس، وسلم عليهم كلهم، رب ما سب كلهم حد بالعرب ما قال له حتى صباح الخير ولا شحالك يا أخوي. وناسني شو بعد هالقبضة. نزيل أنت وين؟ عجود. رقد زين؟ ايه. كم مرة صرت الحمام؟ في الليل. ابو بس. ادري بذنب وثمونه، لك كم مرة؟ بس واحد. وحده؟ ايه. زين. بس. امورك طيبة كل شيء زين؟ لا خلاص. تريك لبعك؟ تريك لبعك؟ انا خلاص. شو كلت؟ بيض. بيض في العافية. بيض حق سمونه. عند وين؟ لا تخيس الدنيا عادة. بيض. ايش حق ما تبغى يقبض كنت مني؟ حوايد. شو السبب؟ حوايد. كل شيء زين؟ تمام. أصير أنعك؟ هو. أصير أسوي رياضة؟ هو. ما بصير وياي؟ وين بيجي بيبي يا خالد؟ ما بنصير بيبي. دب دب دابي. أبو ظبي أسوي رياضة؟ إيه. يلا. صباحكم خير ونور وسرور. ابتدى عاد اليوم، ابتدينا عاد أحب التمشية تونا ظاهرين عاد من داخل. خطفنا على بنت أحمد وسلمنا عليها. مرة ترى بينا وبينهم إلا ذراعين. إذا وخطفنا على صلاح ويا هنا سولفنا شوي وياه، وحين يا الله يحفظكم ابتدينا مشوارنا. اول ما ندخل المكتب هاي العام ندخل وناخذ كوفينا ونقبض الدربة. اليوم بسير جدا اعتقد مستشفى مال مستشفى الامراض او مستشفى الامراض الاطفال، يعني مال اورام الاطفال فقارة. خاطر يصير هناك هذا المستشفى مسوينه مال ماكدونالد، شفتوها مال ماكدونالد، همبرجر ما همبرجر، هو اللي مسوي هالمستشفى العود، وما ادري كم مسوي مستشفى من غير بعد، جزاه الله كل خير. فقلت في خاطري بدل ما اصير شرق ولا غرب بس يجي المستشفى هذا وعلى طريقنا خيبه، وعلى الطريق يعني ما بدنا بنسيل العنبة ولا شياته على الطريق وبنرمس وبنسولف نطلع. إذا رمت أدخل اللوبي مع المستشفى فخم، مستشفيات فخمة يعني، مش أي مستشفيات، قريبة يعني من مستشفيات الإمارات يعني في الفخامة، وأحجامهم كبير، بلايا وديكورات. والأهم عن هذا وهذا الطب والعلاج يعني شيء مهول. لما يقارب لنا الحين أكثر عن نص ساعة من الحين تريق، واليوم أبوي ما حد مداوم، اليوم مال فالنتاين، فاللي مداوم هاي الحرمة العود عادة ييز ما بعيوز وايد يعني أكثر عن النصوف، ثلثين شد خطف من عمرها أو مبفر عيلها مكان من سنة وما عندها حتى تحتفل وياه عيد الحب. فلذلك أبوي ربيعات تليهني الصغار كل وحدة عندها ريل، سارة عند ريال حلو، هاي حيث انها ما عندها ريل، قالوا لها أبوي من تريج ميت من 3 سنين وما عندك حتى احتفلين عنده، فرأينا نحن بنحتفل مكانك، بنحتفل عند هاليتنا عند ريالنا وعند عيالنا، وانتي لا عندك لا ولد لا عيل ولا تيل، قبضي مكانه. وعطوها $250 وطرقوا عنها، وهي قبضت الزامة. تقبض شلكم انتو لين من الساعة 9 الصبح لين 9 في الليل بتقبض الزامة، فيها حيل وقوة ما شاء الله عليها، قوة ريج والله. تمنا يوم تمنا قبل دقيقتين ماشي مطر مطر هي والله. يا ربي أقول لك ترى البارح اللي يوم نحن ظاهرين من ميلس هالبوظبي ترى أبوي المطر هاي يسمونه الرذاذ، وأنا أقول لا هو رطوبة ولا هي
وله مطار وله نفاف، هذا اللي يسمون الرداد اللي يوجد شراته في صلالة. سبحانك يا رب. وحين ثوى بادي الرداد كانها بلية رطوبة، هذا شويونة رطوبة شيء. يا ربي وين أجيب لكم رمس اليوم؟ عبرت الرمس يا أبوي، عبرت الرمس، ما شيء رمس، رمس كلها وجفة، وقفت الرمس. من جيت اليوم لي تاسع باشر عاشر، ما شيء ولا يوم، يوم لا. أنا بعظم هلا رمسة تيم هي، وين بتي؟ وقفت المواضيع كلها. ظهرنا عند المفرق هذا، منه هو سوبر ماركت هاك العود، وين السكن؟ عاد الحين لفينا يمين، هذا يظهرنا وين المستشفيات. زين، ونسرنا سيده، سرنا سيد الطريق هذا، يظهرنا إلى المكان المجهول. فالمكان المجهول هذا حين تونا اتفقنا عليه ان نسير في الطريق المجهول نقبض اليمين. شو السبب نقبض اليمين؟ لان الطريق هذا عارفينه نحن، الطريق هذا خري مري، سرنا ويانا عليه اكثر عن 3-4 مرات. لكن قلنا بنقبض الشارع هذا الفرعي وبندخل يمين بالطرف هذا من فوق. هو شيء هذا مقترح اخوي خلف يعني، قال بدال الشارع اللي نعرفه يكون كثير مكان ما نعرفه. خوز 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 ممنوع يا ويلك. هن تعطينا الشر. خبركم انا قايل لكم اي شيء عادي ما بصوره، يعني هلا شكلها عاديه، لكن مثلا تشوف الشيره بهالنمونه وعروقها هالنمونه صالقا، هذا هو اللي ما بعادي يعني. سبحانك يا رب معظم شانك، لا اله الا الله. شوف الله عليكم، شوف الله عليكم، عروق كيف هالشيرة. سبحانك يا رب، لا اله الا الله. ها تحرونها ابوي حطبت صندل، هاي صندله، هاي سمعوا بها شيرة الصندل، هذه ابوي شيرة الصندل، ترى الرمس الا من عندي، لا ما ادري هل بشيرة صندل ولا الله قال. شوف سبحانك يا رب، لا اله الا الله، عروقها عجبه، عروقها عجبه. سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد. طيب وين ساكت شب السماء ولا لها شبيه، ترى في تمشي لو بتمشي اللي تمشي، مستحيل تلقط درام كشره قدام بيت حد، مستحيل مستحيل تلقط درام كشره، ماشي كشره ابدا ابدا. الكشره ما تدور، الكشره الله يسلمكم لهم قوانين كشرتهم. الكشرة لو في كل بلاد يعاملون المواطن يتعبل بكشرته مثل ما الدول الأوروبية والأمريكان يتعبلون من كشرتهم، ما أزمت كل يوم كل يوم درامين وثلاثة مدعومات عندنا في الفرجان. شو السبب؟ من حد يلف لطم لك درام، حد بيريوس لطم لك درام، كل بيت قدام 3-4 درامات. أتوقع أنا أتوقع أنه لو يستوي قانون ان كل حد كشرته تتم في بيته، كشرته تتم في بيته، ويسوون يعني طريقه ان يعني الكشره ما تتم ابوي قدام البيوت، لازم لها طريقه يعني. يتخبرون العرب، هاي شو سويتوا انتم؟ شو بصرتكم في الكشره؟ كشرتكم وين تعقونها؟ كشره البيوت ما يستوي، بيقولون ما ياكلون، ما حد ابوي ما ياكل، لو ما ياكلون الواحد ما غدا كبر البيت العظيم، كبر الصندقه. الواحد منهم قاضي الامريكان، شمنه من الصراط وكل شيء يخدمون، واكل عندهم من اجمل واحسن انواع الاكل، هالسلطات واللحوم والدياي والاسماك. نحن راس مالنا تراث 24,100,000 طبخه، كثر طبخهم ما حد يروم، كل واحد اقول لكم قادي كم كبره من الصراط. شو السبب؟ من كثر ما يسرطون. لكن ما تلقى كشره في قدام بيوتهم، لازم في طريقه. شوف الله عليكم هالبيت، شوف الله عليكم هالبيت، ما زينه. هذا وكيل شيء من السيايير الاول، كان عنده وكاله سيايير، لكن نسيت تشيء هذا على طاقه الغاز يعني. السيايير هو اللي اخترعهن وقبضوه الوكاله، وعقب اظني ما ادري وين ساير، متشبث ترى هينه، سار ابوي يتسلقها مال الثلج، وما ادري شو صابه ويت الدق على راسه. من هاك اليوم ابوي جالس ابدا شيء زرع الله وعلى الله، سامان ديقة مفهي، يأتي الضربة في الرأس
وازمه ابويه عياله يخدمونه، عقب ابوي ودروه العيال في هالبيت العود والوكال وهذا كله. ابوي عند حرمته، الحرمته سوت له خلع، قالت ابوي انا ما باه، ابوي الريال هذا لا في هبه يشلني ولا يوديني ولا يجيبني، ابوي انا بالفكاكه منه. نش ابوي الحكومه وحكمت لها بالخلع، ونش ابوي وخلوا العيال في بيته هو فيه اللي في هذا، وظهروا عنه. والحرمه ابوي اخذت حريه، تعرست، اخذت لها واحد من اوكلاهوما حنطاوي شويه، واحد بحث يمشي عليه الثور ويتلفت، والله عاشت ويا الريل. اول ما اشتحن فيه وكملت مد مشتحن فيه، وعقب والله صاروا عن القس، وقالت ابوي انا حق مال بالمسيحي مال الكنيسه، نحن ابوي ما نلقط الدوره من بعض، رباك تجوزنا. قالها ابوي القس ابوي ما يستوي انت على ذمه ريال، لازم ابوي. قالت الريال ابوي هاي سالفته، قالت انه ما ادري شو حديد على راسه والريال مفهي. قال ابوي عيلي حق عليك الخلع. نشت ابوي خلعته وخذت هاك الريال من اوكلاهوما، وخذت من خذت الريال خذت له الارض هذه وبنت البيت البني، بنت البيت البني. لكن الريال هذاك اللي من اوكلاهوما ترى عنده حرمه، عنده حرمه، والحرمه جابت البنيه، بنيه يسمونها بثينه. الحين البنيه وهي حرمته الاصليات الاوليات خذوهم بيت هذا الابيض، وهي عاده خذت هاك الولد ويسوي يوم عند ابوي ام بثينه، ويومين عندك انت يا العيوز، يومين عند بثينه ويومين عند العيوز. وقزر ابوي حياتهم على هالحاله، ولين اليوم لين باكر عايشين بخير وسهاله. وهاي اللي تشوفون الحرمه توها ظاهره كانت مسيره عليهم، سيرت عليهم وردت، سيرت عليهم وردت، وتي تكويهم ثيابهم وتنظف مكانهم وتعدل وتزي ما ابدا بحقها، يعطونها اظني 25 دولار في اليوم حق التنظيف. أتي تخم البيت هذا وهذا، غير هذا البيت الري الأولي اللي هو طليجها اللي خالعتنه. أبوي لا، تعبلوا منه العيال، عند بنته العودة وايد تحبه. قالت حق الريل أبوي تباني أنا تم عندك، ترخصني في أسبوع 3 أيام أسير عند أبوي غسل ثياب غسل علمه وأخبره. ورد بنت يعني ما شاء الله عليها وايد زينة، الله يجزيها كل خير، بس على هالحالة. يلا أحبك يا ولدي، قال أحبك يا نافعي، أحبك يا ولدي، قال أحبك يا نافعتنه، ويايبت له السيايير وماخذت له البيت. لو ساكنين في شقة واحدة هو وامه وحرمته وبنته، نشت أبوي خذت له البيت. يعني بريل هذا ترى ما في خير هو إلا ما أخذت له سمانديك. لا لا لا، قال أبوي مثل أنت ما عزيتيني وخذتي لي هالبيت وعيشتيني أنا بخير وسهالة ويا هلي، لا والله الجسم العود كنتي يا هالعيوز، والجسم الصغير حق ام عيالي. هي عاد ما بعيوز، ما رايد تقول هلمه نصوف بعد رويحه، رويح بعد، قال القلب ما يشتهي وبس، وعايش والله وياه وريال هو والله زين يعني الشر خيبه، لا يدوخ لا يشرب لا يسهر لا يصير شرق لا غرب، عيب يلعب ورقه، يلعب ورقه. يوم عديهم الضحب ويتيامعوا ويا الشباب ربعه ويا سو هناك ورا البيت تحت الشارع يلعبون يلعبون ورقه، ويازم عاد بغيم ما لحد. ها شوف تو جاي، قلت لكم كان اللي يسمع حسي. هاي سياره عاد العزبه، هاي اللي تشوفون الجمل الابيض اللي تو اخذها في سياره العزبه، سياره ماخذ السياير هنتين، وحده بورش ابيض حق الظهر هني دخل الاسواق. لكن السياره الزينه فنانه، ما اخذت لابوي نسمو، ما اخذت له نسمو ملكي، لون برا اسود ومن داخل حمر، مقواها مقواها. هو روح اسقرتي مع فنان راس قطاقط وتسوي له تمليس عاده، هي يعني تسوي يعني تعرفون ما يبغى امسه. يلا بس عليكم يا ربي، خلف ما ينترى بوين وصل. يلا ما لا بنرمس خلاف، بس عليكم. يلا والله عيبتني بيني وبينكم فكره هل بالبيت هذا، حد مسوي عيد ميلاد؟ ها طاش مسوي فكره بسيطه من كرتون كافه، قطعوها وحطوا عليها شيء وروح، ما ظني يسوونها الا في البيت. جميله الفكره هذه، لكن اظني ما دعوا ايرانهم، ما خبروا ايرانهم، ما قالوا لهم ترى اليوم نحن عندنا عيد ميلاد ولا شيء. هذا اظني رعيه البيت هذا متناقمه ويا رعيه البيت هذا. هاي يردون الله يسلمكم من سلوفاكيا، يردون من سلوفاكيا
وهاي من الأرجنتين. وكده الأول أول ما أخذ الرجال هذا البيت شاف رائعة البيت هذا ورمسه شوية لان قلبه ترى قلبه خضر بقى فقير. وبس نشت وتناقم الحليم بنتينهن قالت لأبوي مدام الربيع يعبد والما يورد ما تخطف قدام هالبيت لا نعرفهم لا قالت أبوي للريل قالت لأبوي لا تخطف قدام بابهم ولا نعرفهم لا باب ولا مسبه هم في درب ونحن من درب. حتى كان أبوي هني بياخذ الأرض هاي قازينها حق خطة الأرض هاي مقزوز وشراي من هاك من هاك الوقت حق خطة رايت البيت هذاك قالت دار بيننا وبينكم هاي الوغدة يا الأرض هاي تازنبور دبة الحياة وقف لا أنتوا اللي تبنونها ولا هي اللي تشتريها وأدب وخساس خلوا الأرض هاي هالنمونة بور الحين من 43 سنة وست شهور وخمسة عشر يوم الأرض هاي ما حد رامي رز فيها حطبة ولا بيب والسبب إن هاي الحرمة أبوي قالت حق خدت أبوي ممنوع تأخذيها مذا بخدتيها تازم الأرض بور هالنمونة وقف هاي لأن هاي تحين اللخت لمناك فيها قوة وحيل مسيطر على خواتك اللي وخواتها ثلاث وهاي فقيرة تبقى قربها وتبقى خدتها قالت المدام نحن بيننا هاي الوغدة دائرة بين بيني وبيتك بين بيتي وبين بيتك حرام ما تاخذين هالأرض خذتها بغاوي يردون بيزاتها لكن بيزاتهم اللي وادوا قال أبوي خلاص اللي نحن في هالبلاد اللي يبتاع ما يرد قيمته تبون بنعطيكم أبوي 3000 دولار قيمة الأوراق اللي خسرتوهن ولا الأرض تصير قيمتها دم فاسد الأرض ما أخذ بكم بمليون دولار روح الأرض خالية بلي بنيان مليون دولار في المنطقة هاي يعني شيء وايد كبير يلا عاد بس عليكم عندي مقترح يعني في وين الممشى وين الفرجان الأماكن العام مش الحدائق اللي أقطريها الممشى مثلا الممشى يكون 3 كيلو ولا 4 كيلو عندنا ولا عند غيرنا ما فيه خصص مكان عقب يصيرون يتوحوني يعني مثلا الحين اللي لفت انتباهي هذا وانت ماشي في هالرصيف معلوم ان هذا الصندوق هاي صغيرون القضيان الحاية لكن بالنسبة للعمال اللي يشتغلون في الشركة هذه انا الفكرة موجودة هاي الحين الحمام هذا المكان هذا قصدي موجود لحق منو اللي بيقضون حياتهم من المشروع هذا وهم يشتغلون في المشروع هذا لكن انا اللي اقصده ليش في الفرجان والأماكن العامة يعني مثلا ما أطري لكم الحدائق لا أطري لكم الممشى مثلا اللي بيسوي رياضة ولا شياته مفروض يسوون مثل هالدورات المياه صغيرونات ويحطون شركة يعني مسؤولة عنهن شركة مسؤولة صغيرونة ما بالضروري شركة بالملايين لا يشرطون على الشركة يشرطون على الشركة بالشيء المعقول ما بكل شيء بالملايين هو كله بالملايين هالصنيدي يجي صغيرون بكم قيمته 500-700 درهم يسوون 100 وحدة هاي كم نفترض يعني 100 وحدة من 1000 بنقول بيسوون تحت خرخرة صغيرونة الله يعز ملك والسامعين وسيارة تيذب ولا يوصلونها بالمجاري العامة ولا شركة تسوي نظافة وصيانة عليها عليهن يعني ما يبالها مبلغ كبير يعني المية حبة من هاي حتى 100,000 ما يوصلن نفترض إنسان وصلن 100,000 تركيبهن وإنشاهن وصيانة ما ياخذ حتى يقول 200,000 200,000 ويحطون شركة ويعطونها بوي 400,000 من حول لين حول بتبالها 4 عمال بوي ينظفون دور ما دار 24 ساعة كل لازم يعني حين المشروع كل مشروع يسوى لو شيء بسيط والله 500 مليون 700 مليون 1,000 مليون مليون أنا أبوي نان هو الملايين اللي طايحة في الرقعة لا 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 مفروض ما يندرى بخلافه المفروض والله شيء المشاريع الصغيرة اللي مثل هاي فائدتها وايدة والناس بدأ ما توقف وتطرطر على يدرات العرب وبين الخناخيش واللي ما أدري شو بين البيوت لا والله يوجهون أبوي مكان ونظيف وعلم وخبر حق اللي بيصير عسب النياسة وعسب الوصاخة يكون يعني كل حد يعرف شغله هي والله خلي المسايد موجودات أبوي للصلاة اللي بي الصلاة يصير يتنظفها بيه يخلونها مرفق عام المسيد حي بحي وايدين بيقول ترى المسايد معلوم المسايد موجودة
ما يخص المساعد بعد يفتحون حماماتن اوقات معينه. تلقط البيوت كل فله كبر الشر طولها طول وعرضها عرض. يوم بتمشي ولان ابوي ريحه الياخون في اطراف البيت تعطعط. ريحه الياخين تعطعط. ما يندرابك يا خلف وين؟ زين ولان ريحه الياخين تعطعط. شوف نظيف. تنظيف ما لحد. شوف شوارعهم تحراها ملحوسات لحاس. هاي يوم اقول لك الشارع والله ملقوط بقطنه. ها هذا. ملقوط بقطنه. ويا طلعون عاد الويه. يعني ابوي وجهك ملقوط بقطنه. تقول حق بيعته. لكن انا شبهت شيء يعني الرستات وهذا تلق هذه الدنيا بالصلق تبارك الرحمن. شيء اجمل من البيت اللي فيه زراعه ما شيء اجمل. شوفوا بالله عليكم في كل مكان حاطين زراعه ومرتبه ومعدله ومزينه. طيب كل شيء مرتب غادي المكان البيت تحفه غادي ودك الا تطالع سبحانك يا رب. شوف الجماليه البيت. البيت ترى ما يعدله الا الزراعه. حبيت الفراش من داخل. الفراش لو يكون ابسط فراش وخاري البيت معدل ومرتب والحديقه منسقه شيء غديلك البيت ما شيء شراته. غديلك البيت ما شيء شراته. البيت هاي حرمه الله يحفظكم من هالخان. حرمه من هالخان الله يسلمكم عندها عيالها يدرسون وياسع عندهم. العيال ما شاء الله اثنين مهندسين واحد يدخل يدرس في مال ابحاث مال اورام تبارك الرحمن وكل علاماتهم كلها بامتياز. وابوهم ما شاء الله مقتدر خذ لهم البيت هذا يلس ابوي اللم بعيالها وقال لهم ابوي يلسوا ما تخلصين ابوي دراسه عيالك تلقطين يا ترياس في الخان. وخذ عليها حرمه بسيركم يوم ردت ولانه ما اخذ عليها حرمه هي مبونها شاكه في الموضوع. قالت ما برز بي بعيد عن الخان الا هو ابوي ناوي. لكن ابوي سبوت عمرها عميه وصليه. والمهم خذت الحين هي البيت هني بكم حصلوا اياها البيت هذا؟ بنقله من كبره $3,000,000 و700,000 البيت هذا اخي به السعر زين. وسكنت والله مده طويله والحمد لله عاد يوم سال الحمد لله ان طلعت الحرمه اللي اخذها الريل عاجر ما تجيب عيال. عسبتيها رئيس الخان قالت ما شاء الله ذكيه رئيس الخان. قالت ابوي بصبر ما دام بياخذ لي هالبيت وبيلس انا بعيالي وتخرجوا العيال وكل شيء والحين ابوي تم البيت هالنمونه يوم تصير الخان اجروه البيت اجروه حق حد من سفاره الاوروغواي. سفير الاوروغواي حرمته من سفير مال الاوروغواي حرمته درزيه ونظيفه حرمه غير نمونه فنانه. وأجرت راعية الخان البيت وعاد راعية الخان تي من قير لين قير من يستوي الحر يلست ابويه هني 3 شهور هي وعيالها. ويوم ترد ابوي ولنا قدامها بيت الخان بعد يغني لي يلا ما شاء الله عليك الخانيه يعني الله يحفظها. حرمه ما شيء شراته وذكيه ويابت بعد بشيركم بدر غليون عندها دريول كان من المنيعي وقالت لي يبني بذر غليون بيرب الغليون يظهر في هالبلاد لو ما يظهر واشهد انها بذرته الخانيه وظهر الغليون ويابت الكزبره والبغدونس والنعناع. افادها حي راعيه الخان ما شاء الله عليك يا راعيه الخان. يعني الله يهنيك بهالبيت الفنان ويسعدك ان شاء الله يطرح البركه في عيلك ينفعونك ان شاء الله احفادهم يا رب مثل ما انت صبرتي على ريل. ما غثت الريل وقالت لله لا تعرس لك ربي ولي رب وعانت. قالت ابدا عطته ابوي على صحيح المنيور ورضت ابوي باللي الله كاتب لها وخذ لها ابوي الري سوت عمرها ابدا ولا تعرف المغزى ولا تعرف المعنى. وعقب ما اخذ لها الري للبيت وفرش بحسن اثاث والعلم والخبر وزين زين ما زين طلبت العيال يدرسون. واحد منهم تد ما خلص من الثانويه بشيركم خلص لين اول ثانوي يا بت وخلص ثاني ثانوي ثالث ثانوي في امريكا. لكن ثاني ثانوي ثالث ثانوي ثالث ثانوي خلصهم في سنه. كان ما شاء الله عليه ذكي اسمه مايد ولا هاك الاثنين العيال من غير نسيت اساميهم. يا رب اللي بيسمع الرب بيقول صدق. يلا بس عاد عليكم هي لانها ذكيه الله يحفظكم رعايه الخان. قالت ابوي البصل من استوت الدنيا يسير على طوله ويرد ينجلب لين محصوله.
التنش البصله ترى شيرات البصله يغدي لها عود شي شرات السهم في النص جميل، ويسوي فروخه هلمه بيضاء. الفروخه هذه تازم جميله وشكلها جميل، وتصير فوق فوق فوق. واخر شيء عاد من تصير فوق تنتجس على المحصول اللي هو البصله اللي تحت. فسار الريل شرق ولا غرب لازم مرده لبيته. اي ريل تشوف انه ابوي مستخف ولا خل انه ياكل هواه، لا تضايجب لا تضيجن علي، خل انه على هواه. بيصير ومرده الكل وخشمه في سمونه، ما عليك بيصير وبيرد الكن مهما كان طيبن. ولا تسوون قرقعه وصدع وديانه وتخلينا ابويه الريل ين وليديده ابويه تلعب لعايبها. لا، خل انه ابوي زاحنها زاحب يدهينه. لا تنتبه خلاص هذا العنوان هذا بتلقطه وانه نشر على البيت ولا في يمين. هذا البيت في نشر في نايمين. انزين او وروفن في الريل خاصة من ين ويجيه لينان يبقى الأولية والثاني والثالث والرابعة. خلنا على هواه، خلنا على هواه. ما طار طير وارتفع إلا مثل ما طار وقع. حين خلف من يلس هناك أنا بمسكم أنا عن البيت هذاك بالنشر وأنا دوره. الحين قال لي والله أنا في الشارع العام قرب الجسر. حين في هالمكان عادة وين هالمكان؟ شو اتجاهي؟ شو شرقي؟ شو غربي؟ هذا كله انا ما ادري به. انا اظني ان انا اظني قرب المستشفى. اظني قرب منطقة المستشفيات يمكن. العلم عند الله. لكن عندي هذا انا مال الموقع يعني لو بغيت بدق قبي وديني سيده، لكن عمدا انا ما اريده. برايني هالنمونة. ما في سيح هنا ولا في مكان ظلالة. بلاد عرب اوادم يعني. ما بضل انا ابوه ما شو هو دلالنش ترى يتريا خطوتين اربع خطوات من خطواتي انا ترى طويل هو مترين شنق بن عنق قرب الله تعدوا كذا دلالنش. تعرفون دلالنش انتم منو؟ ما يعرف دلالنش ما لحق على ايام الطيبين. دلالنش هذا واحد مصارع الاول في المصارعه دومه يغلب واحد طوله طول السنطوانه لكن عرض الدرام وكم مقواق والعفاريت كله فيه كم يندبق ولا ينغلب. اخر شيء ظهر في المصارعه انه هو لي غالب دابغين لين خر الدم من خشمه يا غير كله هو لي غلب. ما ادري كيف طريقه التحكيم عندهم هاك الزمان ايام الطيبين الله اعلم. يلا عاد بس عليكم. على فكره خلصت البطاريه والله اني ظاهر بالبيت البطاريه تليفوني فل لين عينه. تليفون الثاني هذا لاني ما استعمله بعد لين الحين فل فل لين عينه. تليفوني انا هذا ماشي اش بسر دقيقتين ويوجف بتري عيم الزينات اكس 6 اليوم ما رمست واي. كيف خلص الشحن على التليفون؟ خلصت البطاريه فضى تليفوني ما رمست واي كثر كل يوم. لا اليوم اقل يوم رمست لكن بسرعة خلص الشحن. سبحان الله يمكن على المدى يعني وين تمشي إذا تمشي زيادة يخف البتري يمكن. شوفوا وين هو السنطوان واحد مرة ذاك وين خلف. يا ربي كم هو بعيد. أمسوي له أكبر زوم تحت الجسر. قال لي أنا تحت الجسر ويت مرة على وين حين هنا كم مشيت حين هالطريق غلط صح العلم عند الله. ترى البطارية فضت وخلاص حين ما شير امسك لين خلاص. يلا في امان الله. ابوي طلع مبهوم هذا بنطلون حمر ياسين حفرون شي كيبل شي شياته لكن بعيد من دمجين اثنين عن واحد حريت تن خلاص اسميه ابوي دلالنج طلع لا قال منه وحليله هاي اثنين يشتغلون والله ريال وحرمه هذا والله ما يبين زين ما زين. وينك يا خلف؟ في البتري اكيد ان شاء الله اني اروم اعطيكم المعلومه هاي قبل ما يخلص. هالمعلومه شيء استوى
من زمان عادة، قبل 11 سنة كنت أنا في هالمكان، ويأت المبنى هذا ختمنا قفول البيت هاي اللي أنا فيه، قفول حسبنا البيبان كم باب وكم كم باب، الله يعزكم، معرف بيبان حمامات، بيبان الحجار، بيبان ميالس، وكل البيبان يبنى لها مقفول، ها مقفول هاي القبضة الكيلون، القبضة الخارجية ومع القلب اللي داخل يبنى الكمية كاملة، وزن وشحن وما أدري شو، ويبت بعد سيراميك من هالصغار كاشي هالكبير، وبيميع الالاف توزيت من هالمحل، وشي جميل شي غاوي. الامراض ابو يمو ترتبهن ابو يثرى البيبان هاي يتركبن من اليسار لليمين، ما يركبن من اليمين لليسار، تهمتوا؟ وردن ابوي دم فاسد ما هيك عن الالكترونيات اللي خذت المكاين مال التوستر والأوتي كم من واحد والخلاطات وهذه اللي مالات التوست ومال هالكبس والمكاين الخلا، يعني شو بقولكم، ما خليت شيء في الدنيا اللي خدته. وكلهن ابوي طلع ابوي ما يشتغل في الاماراتها، يشتغلن ابوي ها كهربهن 120 وحن 220، قالوا والله خذ محول، طلع كل محول كبر الشر، ضعف جيمة الخلاط وهذا. قلت اسمي هالسالفة، كل ابوي صار دم فاسد، استفدت بس في الكاشي الصغير هالكبير هذا استفدت منه، ولا اتذكر بعد وين ركبته. ركبت السناطويني قدام مدخل باب البيت، باب مخاري باب الفيلا روحها، ماشي السناطويني هذا الكياشي الصغار هذا اللي استفدت منه، الباقي كله دم فاسد صار على الفاضي. اليوم مبيض وغادي حلو، يعني مبيض وغادي حلو اهلين. شكرا. زعما سبوق صبر، لا حبيبي صبح ما في شيء ابيض، صبر 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 صبر، منو حلك اليوم؟ منو سوى لك حلاقه؟ ايوه حبيبي سبوق اول اي مزي مزي عشان اشتقاب عيد. انت تدري انك باتب اسافر؟ وين باتب اسافر؟ وين؟ روق نيويورك او سيده دبي نيويورك بنيس 5 ايام، خمسة أيام في نيويورك إن شاء الله. شو اسمه فندق؟ نسيته والله اسم الفندق، شيء ما أدري شو، المهم في عين الماء. اسم الفندق لندن نيويورك هوتيل، تابع لشركة هيلتون. مرة في عين الماء، مرة مشاهد تايم سكوير، في نص تايم سكوير، لا مشاهد سنترال بارك، عدا سنترال بارك، عدا بين تايمز سكوير وسنترال بارك، موقع يعني ولايتي بريد الحساوية. ها ها الحبيب فاخ اشوفك. الله اليوم مشينا مشي ما تد مشينا، هل تشوفون كل عرق ترى كل عرق نسيبه لكم. كلهم ابو الجماعه ياسين هناك وين ما تشوفون، ما نسوي عليكم على تليفون زوم، كلهم الجماعه متجمعين، كلهم السكان اغلبيه يعني عائله، عائلتين ثلاث اربع خمس ست سبع عوائل، هذا كل واحد منهم يمثل عائله،
كل واحد من الجماعة اللي تشوفونه يمثل عائلة. اكتشفوا اني اصور. يلا حين بنزل لهم. يلا ياي ياي. هذا الجو الشمس طالع. ما صدق على الله تطلع الشمس. شو المكان هذا؟ مكان اكثر عن روعة. مكان اكثر من روعة. بين ايس يمكن حيلة ساعتين عند الجماعة. صارت الحين عندهم الحوض ياسين زين. بنيس يمكن ساعتين يمكن ينزل صلاح اخوي خلاص الحين بنيس نتقهوى نربس نسولف خلاص بنصير مطعم تيست اوف هيوستن اظني اسمه تيست اوف هيوستن هيوستن تيست والله ما يسمونه هو مال شو اسمه مال ستيك او مكسيكان ستيك والله ما ادري يسمونه نسيت اسمه قلج خلاص ما اتذكره بخبركم عنه. الحين جماعكم ما شاء الله عليكم. ايه حليل. الله يصبرهم. مغربة. مش كده. هاي جلستهم الجماعة. كلنا بوياه بشاحد ربيع ويرمسون ويسولفون تصير دوب عندك ودونك. حد من السعودية وحد من عمان وحد من الكويت وكان الموجودين حاليا هالرجال من السعودية والباقيين كلهم أبوي من هالإمارات. ساك الله بالخير. مرحبا وسهلا. كيف حالك؟ كيف أنت؟ الحمد لله طيب. يا مرحبا وسهلا. كلن القهوة. شو تطلع عليه؟ الحمد لله. وطيبين. هذه نعمة. أبو محمد ما يقصر هنا. صار عن كثر. الجماعة كلهم ربي لا يمهم. آمين. الله يحفظهم طيبين. إن شاء الله. أنت طيب والناس كلها بتيك. الله يحفظك. إيش؟ صلاح. صلاح صلاح سلمت على الجماعة؟ ما هات وياي مخصوص عسبك ما يشوف هذا عند ماخذ حرمتين بيودر وحدة عسبك انت صلاح ها الله يحفظك انا بصير هنا في المطار وين ها فتن عليك وين صلاح ما زين اللي هلمنا يا الله يا رب تفت ان شاء الله عوكم عوكم مسلم ردهم بلادهم سالمين قالمين قهوه شاي قهوه ماليتهم الناس ها صلاح بايبهم شاي حليب بس فارق بينهم بين هالبلاد وهم سالمين على عمائهم. بكرة قد يا الله يا رب تفتش خيرتكم خيرت كل ها صلاح شو يسوي الرجال هذا؟ شو يسوي السويدي؟ شو يسوي؟ تليفونك لو تليفونه؟ ايه محمد عوضي حد تليفونك مو هي فوق ايه تحمل بنشيل هالبرياس هالبرياس ما زين اللي هلمنا يا الله يا رب تفت ان شاء الله عوكم عوكم مسلم ردهم بلادهم سالمين قالمين وخليفه قهوه قهوه شاي قهوه ماليتهم الناس ها صراحه بايبهم شاي حليب بس فارق بينهم بين هالبلاد وهم سالمين على عمائهم بكرة قد يا الله يا رب تفتش خيرتكم خيرت كل مسلم ها صلاح شو يسوي الرجال هذا؟ شو يسوي السويدي؟ شو يسوي؟ تليفونك تليفونه ايه محمد عوضي حد تليفونك مو ايه محمد
بنشل هالبرياس هالبرياس ترى العادات والتقاليد مش تنشر ولا الإنسان توه يتعود عليها ولا توه يعرفها، لا، العادات والتقاليد الإنسان تمشي في دمه، فاللي ضاري على اللي يلس ويا العرب اللي فيها خير وياخذ ويعطي معاهم في الكلام وياخذ علومهم ويسولف عندهم، يعني هذا روح يخفف من وطأة الغربة. وطأة الغربة ترى ما في أخس عن الإنسان يوم يعيش فترة غربة وهو ضاري على الحميمية بين هلا وناس، ما شيء يشد عن الغربة. فلذلك يوم يتجمعون في مكان مثل هذا، وهذا ياخذ علوم هذا وهذا ياخذ سوالف هذا، وين ساره وين يو، يرمسون عن كل امور الدنيا. فلذلك يعني يختصر الوقت يطول مالك الحمد، هذه روح النعمه يبالها حمد الشكر. فشفت التكافل الاجتماعي، يعني مثل التكافل الاجتماعي يستوي، يتجمعون من عقب المغرب في ميلس، ويوم عدي العصر تيامع وحين هني في نص هالمكان الكبير، كل حد بدلال وقهاويهم وسحوحهم وفوايلهم يقصرون الدو، اللي يرمس عن الأول واللي يرمس عن الحاضر واللي يرمس عن المستقبل واللي يرمس عن شو كان قبل شو كان، يعني كل حد عنده ساوي خطف الوقت، يخطف الوقت يعني بالسوالف. إذا ما تسولف وترمس ما يخطف الوقت، لازم أنك أنت ترمس وتسولف وتيرس ويا العرب، تيرس ويا العرب وتاخذ علومهم تاخذ أخبارهم. فلذلك يعني هذا روحك كم لك أنت من اللجر يوم أنت تسولف ويا هذا، حتى في سوالفك ويا العرب رب العالمين ياجرك. منو؟ شو يبقى شو يقول لك هو؟ ها شو؟ يقول لك في اليوم طيران الاتحاد شيء رحلتين، ما بالله رحلة. أنت برأيك سر؟ لا رحلتين صلاح. نحب نصير طيار العود مدورين. كل حد عنده خبر هو. أبو محمد سلام عليك. ما تتخيل من صورتك هاك اليوم لك رسالة يا ربي مكثر محبينك. الله يسلمك تبارك الرحمن. أبشر محبينك لو ما يطلعوك الناس ما جابوني. الحمد لله أبشركم بوي نبوي الريال بخير وسهالة ولا يشكم من باس. الحمد لله رب العالمين. طع الويف منور وغادي ما شاء الله تتقاطر من أطرافك. يا الله يحفظك ألف لا باس على الله يحفظك وعودك إن شاء الله سالم غانم. آمين 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 يا رب العالمين بلادك. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يحفظك. هذا تيست اوف تكساس، هذا المكان اللي احنا جايينه. من متى السياره تصير 30 كيلو كان اقل كم يعني 25 كيلو بوي من وين ما نحن ساكنين حق المطعم هذا. مده الانتظار في الكيو 20 ساعتين. ساعتين الانتظار في الكيو، الانتظار ساعتين يقولك ما شيء حد كانك بيتي. لازم ابوي تتريى تقبض السيد ما شيء حد. صح صلاح؟ ايه صح يا رك الله. ما ابالغ اذا قلت لكم قدامنا 310 اشخاص، تقريبا 310 اشخاص يبالنا تتريى. ها شوف اللاين لوين، ها شوف العارب ها كلها يا ستريا لاين ها 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 ها. وانت ساير وهذا ومناك داخل ويتنج اريا
شيء ثلاث أماكن، كل مكان يشل تقريبا 70-80 نفر، ده كله داخل. يعني لو ما كان المطعم واو مستحيل العالم تتري هالكثر. ونحن قالون أبوي بتريون من ساعة إلى ساعة وأربعين دقيقة، من ساعة إلى ساعة وأربعين دقيقة. لا قوة، غلطوا. إيش بنسوي؟ إيش بنسوي؟ خاطرنا في الستيك مالهم، خاطرنا. وكل حد يبغى يشكر على هذا. تيست أوف تكساس. بنتريا. شو المشكلة يعني؟ خبركم عن معلومة، يقول لك الولاية هيوستن اللي يميز بنات منطقة هيوستن، بناتهم حريمهم يعني، انهن مش مثل باقي الولايات، انهن فيه النوع يعني ما بمرغد من النوع المحافظات. تخيلوا اول مرة اعرف المعلومة. يعني اغلب بنات هيوستن البنات حريمهم يعني من نوع المحافظ، مب من هاي الرغديات يعني اللي سيره ويي وعلم وخبر، لا زينات وشي يقولوني يعني من عاداتهم وتقاليدهم. ميتين وخمستعشر ونحن رقمنا 301. أيوم يقول لك والله شوتن فيها العافية. الحين 269 ونحن 301، يعني بعدنا تقريبا شيء واربعين. يا ربي. ها صلاح، شو الرأي؟ تمام. جوعان انت ولا لا؟ عشان ما عايز تسير معاه. كيف؟ أنت العزمة. شو بنسوي حبيبي؟ طيب أيوة. لا سبيينا عاد، بنسوي عاد. المكان بعيد ولا مليون مطعم ومطعم شيء يا غيري حددين. نحن نبلل المطعم هذا ما شيء حج، بعد بالحج ما يمشون، لازم بتي تتريا بلاد عياله والله من كبره. شيركم هانت شوية. حينها 295 إلى 299، يعني باجي طاولتين قدامنا. هانت أب شروبة، ها ثلاث شروبة 301. أخيرا يا ربي فرحك يا صلاح. شو المطعم أخوة؟ بلا هذه عاد شوربتي هنا اللي هي شوربة البصل، اللي هي مميز عندهم شوربة البصل. عندهم مليون نوع شوربة. أنا قلت له شو المميز اللي عندكم؟ قال شوربة البصل هذه هي على ما تشوفونها. وعلى ويها جبن ويتمايط تمييط، يتمايط تمييط. الله العظيم أحبها أنا شوربة البصل والسلطة من كل شيء. عباس على دباس روحك تصير تتنقاه اللي تباه وتحطه. واللي عندهم مميز عندهم ستيكات، أهم شيء ستيكات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. Thank you, Luis. ما يقصر دويس. ما تقصر يا أبو صنقور. طال عمرك. يحافظ العلم أبو صنقور. لويس اسمه؟ Thank you. منيو. شو هذا؟ شو هذا؟ يودي معانا هذا منيو بالعربي. والله. خصوصي حقنا. حبي صلاح حبيبي. يا حافظ عليكم يا الامريكان. هذا منيو خاص
العربي قلنا بس لنا بس نحن ليش سبيشل سبيشل عاش صلوه يا سلام يا سلام يا سلام خلي زياد كعادة ما انت صلاح خلاف صدق انك يعني امريكي صدق حاضرين والله زي how could I stand up يا سلام يا سلام حافظ عليك اي والله تجيلي بعد Thank you, brother. Thank you. Thank you. لابسه هذا لك. كم لابسه؟ تعرف شو هذا؟ شو هذا؟ عمر. شو هذا؟ عمر. عمر. شو يسوي هذا؟ بيد. شو يسوي؟ بيد. شو يسوي؟ هذا بيد. كيف يستوي الرأس؟ الحين توك سويت الإشارة. هالشكل. بيل. بيل؟ بيل وين هذا بيل هذا شو اسمه هذا ها فريد يا ويلك تلحق النار ما هلق شوي شوي فضحتنا صاحي شو خلاص؟ نعم يا سلام حاضرين ها بعد من صنقر ختم ختم صك الحكومة عليه نعم This is mine Mine's very small That's a 10 hour session يا ربي يا سلام ألفيك يا مسارة What's the name for my brother? Tomahawk. This is? Filet. 10-ounce filet. Filet. Yeah, but which is more special here? This one or this one? I'm sorry, what were you asking, sir? Just the plate here. Oh, yeah. I need to. Yeah, that's the... I'm طيب. الحمد تم كانت ترفه. يعني جاي تاكل ستيك يعني بتلقط الستيك اللي تباه يعني انت جاي تاكل ستيك طلبك شو طلبك ستيك ما عندهم الحركات همار زينه وزينه وهذا التلميع وما جاي لا كلهم الستيك يعني طعم ستيك ما في شيء بهارات وغير بهارات لحمه ومشوايه يا غير ان هالحمه تبري العليل يعني شيء يعني لا صار ولا استوى شو ما شاء الله يعني كان ضلع من الكبار ما ادري يسمونه ايربر اي ما يسمونه ريب اي زين وحينه عظم اي استوى ها ما قال لي انا ما طوع الاول العبوبه اسمي ضلع اخبرك في العافيه صلاح صلاح مضبوط مضبوط ونبيتي حبيبي اللهم لك الحمد والشكر It was really Thank you very much. It was very good restaurant. Oh, good. Very good food. Very good food. Thank you. يا الله يا الله. هاي شو هذا حينه؟ شهادات وعملات ودنيا. شوف أنت. والله تتصورهم. والله يعني شهادة خالص. شو سبب سلاح وتفاقة ما أدري شو. شباه. مال راعي ال. شباه. صاحي أنت. أنا صاحي. يلا. يلا تصبح على خير صلاح يعني good night good night
باي بنت احمد. شكلها خليك لا تعسك الباب خلاص رقاد. يا سبع على خير صلوحه. باي حبيبي. هذا بابهم وهذا بابنا نحن. بيننا وبينهم من هالباب لهالباب. هذا بابهم وهذا بابنا.